من معبر رفح ينضم إلينا مراسل الحدث محمد عوض. محمد، إذا نعود إليك دائما في كل جديد يتعلق بتبادل الأسرى في اليوم السادس من الهدنة، ما التفاصيل لديك؟ نعم، قبل قليل وصلت مركبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهي تقل سيدتين تم استلامهما من المناطق الجنوبية لقطاع غزة، حيث دخلت في خلفية الصورة هنا معبر رفح، ودخلت هذه السيارات التي تتبع للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الجانب المصري، وحيث وثقنا لحظة وصول تلك السيارات التي تقل اثنتين من المحتجزات لدى كتائب القسام. وأيضا هذه عملية التسليم هي جزئية، لأن هناك تسليم لمحتجزين آخرين في أماكن أخرى من قطاع غزة، لكن لم تصلنا المعلومات الدقيقة حول أماكن التسليم جغرافيا نتحدث وليس المناطق، وبالتالي عملية التسليم تجرى بشكل جزئي هنا في معبر رفح البري، حيث نشاهد هذه الأضواء وهي المنبعثة من الجانب المصري الذي يستقبل يعني المحتجزين أو هاتين السيادتين. نشاهد سيارات الإسعاف التي تصل إلى الجانب الفلسطيني وهي سيارات إسعاف مصرية، وصلت للتو إلى معبر رفح البري لإتمام عملية التبادل هذه بإشراف وتنفيذ أيضا من الصليب الأحمر وبمتابعة مصرية وقطرية بحكم الوساطة التي تدور بشكل ثنائي من أجل وقف إطلاق النار الإنساني هنا في قطاع غزة في يومه السادس. وتم بالفعل قبل قليل تسليم هاتين السيادتين إلى مصر، وتكمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملية نقلهما إلى معبر كرم أبو سالم ومن ثم إلى الداخل الإسرائيلي. المصادر تشير إلى أن القسام أيضا قام بعملية تسليم مماثلة في مناطق شمال ومدينة غزة، لكن حتى الآن لم تؤكد القسام عملية التسليم من المناطق الشمالية أو مناطق مدينة غزة، لكن المؤكد أن سيارات الصليب الأحمر وصلت للتو، وقمنا بتوثيق لحظة وصولها إلى معبر رفح البر الذي فتح لإدخال المساعدات وأيضا إدخال ونقل هؤلاء المحتجزين والأسرى لدى الفصائل الفلسطينية. محمد، سنعود إليك تباعا في كل جديد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من معبر رفح مراسل الحدث محمد عوض.